حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مجلة الريان. اليوم حنا متواجدين في نادي الفروسية، هذا النادي العريق واللي يخدم هذه الرياضة داخل الدولة وخارجها. حلقتنا اليوم متنوعة وفيها فقرات كثيرة بين الماضي والحاضر، وراح نبدأ مثل ما تعودنا حلقتنا بموضوع الغلاف. المراكز الثقافية لها دور كبير في تعزيز الثقافة وتنشيط حركتها داخل قطر. تابعوا معنا هذا التقرير. الإبداع هو الوسيلة التي يحقق عبرها مركز الإبداع الثقافي المنطوي تحت مظلة وزارة الثقافة والفنون خططه لتنمية الحركة الثقافية وتنشيط الحركة الفكرية في قطر، حيث يسعى إلى إشباع حاجات الشباب ومحبي الإبداع والمعرفة بمختلف مجالاتها الفنية والثقافية، وتعميق فكرة الحوار والنقاش والاكتشاف، ومساعدة الشباب على الابتكار والتعبير عن ذواتهم. فالمركز يهدف إلى اكتشاف المبدعين وتوفير البيئة الخصبة لهم التي تدعم إبداعاتهم وقدراتهم من خلال إلقاء الضوء عليها وتبني وتنمية مهاراتهم، ويتم ذلك من خلال الدورات والورش المقامة على مدار السنة. ومن بين أنشطته يقيم مركز الإبداع الثقافي صالون حواري مساء كل ثلاثاء، يضم نخبة من المبدعين من الكتاب والمؤلفين والشعراء والإعلاميين، حيث تلتقي الأفكار في دائرة نقاشية حول موضوعات مختلفة تهم أفراد المجتمع. مسؤولية رعاية الفكر وتنمية القدرات تحتاج إلى الكثير من الدعم والرعاية، وشيء جميل أن تقوم هذه المراكز بجزء من هذا الدور. الحين إخوان المشاهدين، من الثقافة بننتقل إلى ماضينا الجميل وإطلاله على الماضي. المطوع أو الكتاتيب، هذه كانت بداية التعليم في قطر. تعالوا نستمتع بهذه الإطلالة. في عام 1890 وفي عهد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله، سجلت المصادر التاريخية أنه كان في قطر 15 كتابا يدرس فيها القرآن الكريم والقراءة والكتابة، وكان هذا النوع من التعليم متماشيا مع متطلبات المجتمع البسيطة في تلك الفترة، وقد كانت هذه الكتاتيب عامة يحضرها كل الأطفال حتى سن العاشرة. من التعليم البسيط إلى أحدث وأعلى المستويات في التعليم الآن. هذه قطر. الحين إخوان المشاهدين نطلع فاصل ونرجع بعده نكمل باقي فقرات مجلتكم مجلة الريان. حياكم الله مشاهدينا من جديد. للشعراء إحساس وكلمات خاصة، تعالوا نتعرف عليها في هذه الفقرة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك. الحج فرض وخامس أركان الإسلام، وحجاج بيتك يا إلهي تناديك، يوحدون الصوت في أربع أيام، لبيك اللهم لبيك لبيك. في زحمة الحج وضجيج ازدحامه ترديدهم لبيك يا رب لبيك، تصوير عن يوم الحشر والقيامة، رحماك يا رب يحن بين يديك. الحج هو حكمة من الله سبحانه وتعالى، تذكير بيوم القيامة، ويجتمع فيها الفقير والأمير والضعيف والقوي
يستشعرون الخوف من الله سبحانه وتعالى، يستشعرون أن ملابسهم موحدة، ما في فرق بين غني وفقير. لا ليت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا ليت لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا ليت. طبعا ما في شك أن الحج لحظة يعني الإنسان يقضيها مع ربه سبحانه وتعالى، أداء عبادات. ترى المسلمين بشتى أنواعهم، سواء من غني وفقير وحاكم وإنسان عادي، بنفس اللبس بنفس الوقفة أمام الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل أن البشر ما بينهم فرق عند الله سبحانه وتعالى. في لحظة إيمانية رهيبة. يقول الحج خامس ركن في أركان الإسلام، فريضة واجب علينا قضاها من رحمة الخالق ومن عدل الإسلام، للمقتدر مرة ويجب أداها، ويحظ من صلى وهو مخلص وصام وزكى وحج البيت راجنا جزاها. والنعمة لك والملك لا ليت لبيك الله. الشعائر الدينية لها شعور خاص، يعني خلنا نسمي مسألة روحانية، تجلي مع الذات. أنت لما تتجلي مع الذات مع الخالق شعور جميل جدا، اللي هي شعور روحانية، خصوصا أن أنت لما تمر على شعائر المسلمين ومناسك الحج، فهذه كلها تذكرك بالله يعني عز وجل، وتذكرك بالخالق، وتزيد من قوة إيمانك، فشعور لا يوصف. يعني أعتقد أنه شعور لا يوصف، أحلى مناظر شفتها في حياتي أمة محمد من على الكعبة الطوف. الحج فيه شعور يسوى منياتي، الله يقدرنا نجي نعيش ونشوف. فريضة الحج أقبلت يلا تعين، وبعض الأوادم للأسف ما يدركون، يا رب سامحهم وجاز الطائعين، لجاولك من كل حدب ينسلو. والحين من القصيد إلى فقرة العكوس وصور من الماضي. صورتنا الأولى الحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وعن يمينه المغفور له بإذن الله الشيخ جاسم بن حمد الثاني وزير التربية والتعليم في ذاك الوقت، وفي جانبه الشيخ صحيم بن حمد الثاني. والصورة التقطت في منتصف السبعينيات في إحدى مباريات منتخب قطر الوطني. أما صورتنا الثانية فهي لإحدى سباقات الطريق واللي ازدهرت في السبعينيات والثمانينيات، وكانت تبدأ من استاد الدوحة مروراً بالكورنيش. أما صورتنا الأخيرة فالتقطت أثناء إنشاء مبنى وزارة الإعلام ومسرح قطر الوطني في منتصف سبعينيات القرن الماضي. والحين ننتقل إلى مقابلة العدد. لقاء هذا العدد مع الوالد حمد بن سالم البشهاب، وحديث جميل عن بر الوالدين نشوفه في هذا اللقاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله أخواني في الله، الله سبحانه وتعالى يعني خلق هذا الإنسان بمقصد عظيم، خلقه لقامة الدين في الأرض وقامة العدل والأمن والصفات الحميدة الذي الله يرفع بها درجات. فالقبائل العربية عندهم صفات الإيمان، أصلاً هي صفات الدين، متبسينها من صفات الصحابة رضي الله عنهم. إيش هذه الصفات؟ الكرم والشجاعة والوفاء، وكذلك يعني حماية الصفات الإيمانية. بر الوالدين يعني
هذا توارثه الأباء للأولاد. وسبحان الله يعني قصة هالخور، وعندي قصة أخرى. قصة هالخور ثلاثة إخوان، وأخبرونا الجماعة اللي عندهم قالوا أنهم بارين بأمهم فاسألوهم، فسألناهم. فواحد منهم دائما مع أمه، ما ينام مع زوجته ولا مع عياله، ينام معها في فراشه، وهم في النهار يتبادلون عليها، كل ما تقعد إلا عندها، واحد يسولف عليها ويونسها. فهذا اللي يمشي عندها يقول لي من اليوم أنا جاي من سفر، جاي من عمرة، يقول سريت مسيت مع زوجتي ونمت، غطني النوم، وأنا كان أمسي معها شوي وبروح لهم. يقول لي أنا أصبحت، قال وأنا نايم رأيت في ما يرى النايم أني رايح في سيارة، ووقف قدامي شرطة ما بعد شفت لهم شكل. أشروا له يوم وقفت قالوا حول حول، أنت عليك مخالفة. قال خذوني ودق بي الذهن، يوم أصبحت علمت أمي قالت إيه مخالفتك البارح، رحت وتركتني، هذه مخالفتك، هي اللي فسرت له. اثنين منهم تصادموا بسيارات، كل واحد منهم في نكال. شوفوا يا أخوان، فلما تصافكت السيارات يقول كل واحد منهم أنا شفت رجل شلني في السماء وحطني هناك برا السيارات. اثنين بسبب برهم في أمهم. فالأمة أمة الإسلام في هذا المجال ما لطفهم حدود، وصلهم ما له حدود. أذكر الصحابي اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاه ضيف، فطرش إلى أرسل إلى بيوته التسعة، وكلهم قالوا مولي بعدك بالحق ما عندنا إلا الماء. فقال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجل أخذته القيلة وقال أنا يا رسول الله، ما يذكر عندها الشيء. فذهب بهذا الضيف إذا بيته، ويوم وصل البيت قال لزوجته هل عند الشيء نضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما عندي إلا قوت صبيان. قال عل ليهم ونوميهم وقدمي ما عندش للضيف، ثم أنا وأنتي يعني نحرك القدر كأننا ناكل. فتعشى الضيف وبات طاويين. فالصحابي لما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سبقه الوحي، سبق هذا الصحابي، قال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. صنيعكما يعني الرجل والزوجة. فالعرب بعضهم إذا ما وجد شيء، إذا جاء ضيفه ما وجد شيء، يذبح أدنى ناقة ولو هي من الحلال الغالي عند صاحبه. جزاكم الله خير وبارك الله فيك. الله يعطيك العافية والصحة والدنا حمد بن سالم البشهاب، والله يحفظ أمهاتنا وأبائنا. والحين أخوان المشاهدين بننتقل إلى فقرة اللغز، وخلوكم معنا. نذكركم بلغز هذا العدد واللي يقول: ويش صيد صايده يرقى سنود، لا تجهز له في قلبه نواه، وكان هخط صيدته قامت تزود، لا فرح في صيدها ولا اهتواه. نعيد عليكم اللغز اللي يقول: ويش صيد صايده يرقى سنود، لا تجهز له في قلبه نواه، وكان هخط صيدته قامت تزود، لا فرح في صيدها ولا اهتواه. لغزنا سهل وهين، بس يبغي له تروي وتفكير، وأنا متأكد بأنكم تقدرون تحلونه.
وإخوان المشاهدين، ودنا نذكركم بأن هذا اللغز راح ينعرض في كل حلقات هذا الشهر حتى إصدار عدد جديد من المجلة. طبعاً الفائزين الثلاثة واللي بتسح بأساميهم في القرعة راح يحصلون على المبالغ النقدية التالية: 2000 ريال للفائز الأول، 1500 ريال للفائز الثاني، و1000 ريال قطري للفائز الثالث. أرسلوا أجوبتكم على العناوين التالية الظاهرة أمامكم على الشاشة. أخوان المشاهدين، حلقتنا وصلت لنهايتها، وأتمنى أنها نالت على إعجابكم وفي نفس الوقت استفدتوا منها. موعدنا معكم الأسبوع الجاي، وفي وداعة الله.